ريتم اف ام. ولسه مكملين مع حضراتكم مستمعينا الكرام مستمعينا غام اف ام في اليومين دول، ونروح مباشرة للعاصمة التانية اسكندرية، وحاجة حصلت هناك ما كناش متعودين عليها بسبب طبعا اللي حضراتكم حاسين بيه، سوء الأحوال الجوية اللي كانت على مدار اليومين اللي فاتوا. النهاردة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي تلقى تقرير حوالين هبوط رصيف المشاة في كورنيش اسكندرية في منطقة المنشية، وتم الدفع بحوالي 300 طن من الكتل الخرسانية علشان يتغلبوا على المشكلة دي، مشكلة تخلخل التربة بسبب ضغط الأمواج وشدية الأمواج بسبب طبعا سوء الأحوال الجوية. خلونا نطمن بشكل أوضح على إيه اللي بيحصل هناك ودور وزارة الموارد المائية والري في حماية الشواطئ المصرية من خلال ضيف الكريم اللي بيشرفني الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. يا أهلا وسهلا بك يا دكتور يسري. اهلا وسهلا كمال بي. اهلا وسهلا، شرفني يا فندم. طمنا وطمن اهالينا الكرام على كورنيش اسكندريه وطبعا الشواطئ المصريه بشكل عام، بس بالاخص في اسكندريه والمنشيه. تمام يا فندم. هو عموما خلينا كلنا لاحظنا بالامس انماط التغيرات المناخيه والرياح المحمله بالغبار والاتربه، وخاصه منطقه اسكندريه شهدت رياح شديده جدا اثرت على موج البحر. موج البحر حدث فيه ارتفاع بشكل غير مسبوق في مثل هذه الأيام، تزامنا مع النوة الفيضية الكبرى اللي بيبقى فيها موج البحر في المتوسط 4.5 متر تقريبا. فاحنا كده لما يوصل لستة متر يبقى كده في عندي اكثر من متر ونص، اكثر من متر ونص، ورياح شديدة جدا فتلطمت واصطدمت في نقول الجزء بتاع الشط اللي هو مع الرصيف المشاة في منطقة المنشية، وعملت خلخلة للرمال اللي هي موجودة. طبعا لما يبقى موج عالي ويسحب وياخد الرمل كده للداخل يعمل خلخلة، ففي جزء من الرصيف هبط بطول 50 متر. على الفور أجهزة المحافظة، هنا بقى التعاون، بقى التعاون الوثيق ما بين أجهزة الدولة اللي بيقول إن الحكومة موجودة ومتابعة ومراقبة والجاهزية. المحافظة أبلغت رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في اسكندرية اللي على الفور أبلغ السيد الوزير من خلال نظام موجود لدى الوزارة، نظام تواصل وعلى طول المعلومة بتبقى موجودة. السيد الوزير وجه أيضا من خلال نفس النظام رئيس هيئة الشواطئ، كل الدنيا كانت منقولة على الفور هناك بالمعدات بالبلوكات الخرسانية اللي بيوزن كل بلوك منها بيوزن كل بلوك منها 5 طن على أساس يتم تنزيلها. كل ده كان على مدار الأمس، من مدار أمس وانتهى العمل الساعة 3 صباحا لما يزيد عن 12 ساعة عمل متواصل في هذا الأمر. فتم تأمين الكورنيش في المنطقة دي خلاص، يعني البلوكات الأسمنتية أنا قصدي إن هي خلاص تشبكت مع بعض، وبالتالي أصبحت الأمواج العالية بتضرب فيها، فأصبح في حماية للداخل. هي مش هتجد الأمواج، هي أمواج استقرت على 4.5 متر خلاص، رجعت حتى لو عليت لا قدر الله بعد كده ولو عليت خلاص بلوكات. عندنا موجود الحماية اللي هو بالبلوكات الخرسانية، وبرضو تاني هنقول إن الجاهزية كانت موجودة والإجراءات الاستباقية موجودة، إن لدى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بلوكات خرسانية جاهزة للنقل الفوري للتعامل مع مثل هذه الأحداث والأزمات حتى لا تتسبب في أضرار لا قدر الله على الطرق وعلى المستفيدين من شاطئ اسكندرية بشكل عام. هنرجع تاني أستاذ كمان نقول حاجة، معالي الدكتور محمد عاطي وزير الموارد المائية والري أكد أكثر من مرة في أكثر من حدث إقليمي ودولي ومحلي على ظاهرة التغيرات المناخية وأثارها على نقول الموارد المائية وعلى الزراعات وعلى السكان في المناطق الساحلية المواجهة لساحل البحر المتوسط وكذا في بلدان العالم. كده أصبح التغير المناخي واقع بنمر بيه فندم، ما عادش كذبة زي ما كان البعض بيردد الموضوع ده. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في بداية فترته كان بيتكلم على ان دي كذبه، هو اكثر من رئيس يا فندم، لكن اكثر من رئيس الجور كمان هو لو فيديو اسمه الانكونفينينت تروث بيتكلم عن اثار التغيرات المناخيه والحرائق الغابات والجبال الجليده التي ستذوب. لو كلمنا تاني استاذ كمال معلش نركز في الجزئيه دي تاني عشان المستمعين يعرفوا جهود الوزاره، وزاره الموارد المائيه والري ليس فقط في هذا المجال وليس على السواحل، جميع سواحل مصر التي يبلغ طولها ويزيد عن 3500 كيلو بيتم التعامل معها بنفس الأهمية ونفس الأولوية. مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية اللي مصر نجحت فيه وضربت مثل للتنسيق الجيد بين وزارة الموارد المائية، وزارة التعاون الدولي، باقي وزارة البيئة، باقي الوزارات الأخرى، إنها
تجيب لمصر منحه من صندوق المناخ الاخضر وبرنامج الانماء الامم المتحده لتعزيز تكافؤ مع التوارث المناخيه في منطقه في الساحل الشماليه لحمايه 5 مناطق كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والبحيره والاسكندريه لمثل هذه الاحداث. اذا وكان امبارح بالامس ايضا هناك لجنه واجتماع للجنه التنسيقيه, احنا بناخد اجراءات استباقيه اجتماعات على قدم وثاق مع الجهات المعنيه عشان ندفع بالعمل وفي المشروعات اللي تحقق الاهداف المرجوه والاستفاده العظمى من المنح والدعم التي ياتي من جهات التمويل. وبالتالي هنشوف حمايه اكتر لشواطئنا مش بس في منطقه اسكندريه لكن في كذا مكان موجود على طول الساحل الشمالي او حتى الشرقي لبلدنا. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. طيب. ونقدر نقول كمان تعزيز الجهود ما بين جهات الدولة دوت بيوفر على الدولة طبعاً. تكاليف طبعاً. اللي هو نقول التعافي بقى التعافي من الأزمات والكوارث و كلنا احنا كنا الأول يا دكتور يسري كنا الأول الكهرباء تحفر وبعدين تسفلت وبعديها تيجي التليفونات تحفر وبعدين تسفلت وبعديها يجي الغاز, فدلوقتي أصبح في تنسيق الكل بيتعاون مع بعضه علشان ما يحصلش هدر للموارد بتاعتنا وفلوسنا نقدر نحافظ عليها وللأجيال اللي جاية. طيب وهي دي استراتيجية مصر 2030 يعني خطوات تنفيذية لتحقيق الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 اللي يبغاها المواطن المصري إنه يعيش حياة كريمة فيها تنسيق ما فيش فيه تكسير بعد ما نفذ حاجة معينة بينها إن شاء الله. حضرتك أجملت كله في حياة كريمة بالتأكيد يا رب إن شاء الله نشوف حياتنا حياة كل المصريين حياة كريمة إن شاء الله. هل إحنا ماشيين في نفس السكة بتاعت هولندا؟ هولندا معروف إن هي أرضها تحت مستوى سطح البحر فعملت إجراءات تحسبية للتغيرات المناخية, هل إحنا ماشيين زيهم ولا إحنا لنا شكل معين إحنا ماشيين عليه؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. الخبرات الهولندية هي خبرات متداولة مع مصر, هناك خبراء هولنديين موجودين ولكن زي ما حكيت لكل مكان ولكل بيئة طبيعتها الخاصة نظرا للنشاطات اللي بتبقى موجودة في الأماكن ديت. يعني تجد هناك زراعات كثيرة جدا في هذه الأماكن في هولندا ومساحات شاسعة, انت بتجد عندنا زراعات وصناعات وكتل سكانية بناخد الخبرات اللي هي موجودة ونطوعها بما يتلائم والبيئة المصرية بحيث تحقق أعلى عائد وأقل أضرار على المواطن المصري, وإن شاء الله ما يبقاش في أضرار ولا في أي حاجة بتفاعل الدولة من خلال وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها الخاصة بحماية الشواطئ البحرية وكذا التعاون مع التعاون الدولي والحكومة بشكل عام. احنا متابعين شغلكم الفترة اللي فاتت وكان شغل محمود بالتأكيد. جزيل الشكر الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري, جهد محمود علشان حماية أهلينا في السواحل الشمالية. خلونا نروح سريعا لخبر